طولين يا اخوانا الصحافه طولين في الاعلام ناقشت فصائل المقاومة الفلسطينية خلال اجتماعها الدوري آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية لتؤكد على ما يلي: نرفض دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية القروية المجتزأة التي تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح أبناء شعبنا وتطلعاته، ونؤكد أن هذه الدعوة التي تقدمها السلطة في ظل تعنتها وإلغائها للانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك، وعلى السلطة أن تلتزم بالاتفاقيات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية، وأيضاً بما فيها المجالس المحلية. نجدد رفضنا لما يسمى باتفاق الإطار بين وكالة الأنوروا والإدارة الأمريكية، الذي يحول الأنوروا إلى وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية لتنفذ السياسات الأمنية الصهيونية، وتهدف إلى تصفية قضية اللاجئين والتي تعتبر جوهر القضية الفلسطينية. الحديث عن الانتخابات المحلية، وكان الأولى أن نتحدث عن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتهيئة المناخات لانتخابات مجلس وطني وتشريعية ومحلية، كما أكدت على الاتفاقيات بين الفصائل الفلسطينية من خلال ميثاق الشرف أن يكون هناك انتخاب مجلس وطني.